احنا الجولة بنبتديها من صحيفة الاتحاد، حيث أطلقت دائرة التعليم والمعرفة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الطلبة المواطنين الموهوبين من الصف الأول ابتدائي وحتى الصف الثاني عشر، وتتوافر المنصة باللغتين العربية والإنجليزية. الاتحاد أيضا نقرأ خبر آخر، يعني عن إطلاق إدارة الابتكار والريادة في وزارة التربية والتعليم الدورة الأولى من البرنامج التدريبي للمعلمين على كيفية استخدام مختبرات التصنيع الرقمي، ويستهدف البرنامج معلمي مادة التصميم الإبداعي والابتكار الذين تم اختيارهم من المدارس الحكومية المجهزة بمختبرات التصنيع الرقمي. ننتقل إلى جريدة البيان ونقرأ خبر عن تصريح لمعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن تعهيد خدمات الوزارة لتقديمها من خلال القطاع الخاص، أو تعهد يعني الوزارة بتقديم الخدمات عن طريق القطاع الخاص، يعتبر أحد أهم المسارات الاستراتيجية للوزارة التي تستهدف تعزيز فرص توظيف المواطنين ضمن منظومة من السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز تسريع وتيرة التوطين، إلى جانب الحرص على تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المتعاملين وتحقق سعادتهم. البيان أيضا لفتت خبر في خبر آخر لفتت أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعلنت عن افتتاح الجسر الرئيسي على شارع الشيخ خليفة بن زايد في نهاية شهر يناير المقبل، فيما يتوقع افتتاح النفق أمام الحركة المرورية في الاتجاهين القرهود وميناء راشد في الربع الثاني من العام المقبل 2018. ننتقل إلى جريدة الخليج ونقول أن الزائر الأبيض اللي هو الثلج قد أدخل الفرحة والسرور في قلوب سكان وزوار عدة مناطق في رأس الخيمة مساء أمس بعد تساقط كثيف لحبات البرد في ظل الحالة المناخية التي تشهدها الدولة، وشكل عدد من الشلالات التي تدفقت من المنحدرات الجبلية مشاهد بديعة وشكلت فرصة نادرة للتنزه والتقاط الصور واللي يعني تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عبد الله، يعني انت شفت اليوم هذه الصور؟ شفناها الصور، واحنا كنا قاعدين نشوفها من العام الماضي طبعا. بالفعل. وشو جايك على الـ على الـ على الواتساب اليوم؟ نصر تبيع شو، زلاجات ثلج؟ في حد يبغى يبيع دراجة ثلج مستعملة واستعمال بسيط على اساس يعني خلاص استخدام الثلج، وفي حد يقول نطالب بفيزا شنغن لدخول راس الخيمة. يعني تعرف هذه الاجواء جميلة، خصوصا احنا من العام قاعد نشهدها، وكل ما له يعني اعتقد ابكر التساقط يكون. وقاعد يزيد ترى سنه عن سنه، قاعد يزيد يتجمع يعني اكثر. بالضبط، تستوي راس الخيمه زحمه في هذا الوقت، اول ما يقولون ثلج الناس بدت ترحل الى راس الخيمه. صحيح. احنا بنسوي زياره بعد، كاميراتنا ان شاء الله بتكون هناك بتاخذ زياره ميدانيه على قولتهم. ننتقل الى وام وخبرنا الاخير، وهذه الجوله في الجرايد والصحف، ونقرا ان اطلقت معالي حصه بنت عيسى بوحميد وزيره تنميه المجتمع في ديوان الوزاره بدبي متجر انيبل المتنقل الاول من نوعه على مستوى الشرق الاوسط.